ولد محمد مصطفى البرادعي في 17 من يونيو حزيران عام 1942 في محافظة الجيزة في جمهورية مصر العربية. البرادعي والذي كان واحدا من 5 أبناء لأب وأم يعملان في المحاماة غادر مصر لإتمام مهامه التعليمية بعد أن أتم دراسة الحقوق في جامعة القاهرة. في عام 1964 بدأ البرادعي في العمل دبلوماسيا لدى وزارة الخارجية المصرية، وأصبح ممثلا رسميا دائما لمصر في نيويورك وجنيف. حصل البرادعي على درجة الدكتوراه من جامعة نيويورك في عام 1974، ثم عاد إلى بلاده ليعمل مساعدا خاصا لوزير الخارجية المصري في عام 1978. في عام 1980 أنهى البرادعي مهامه في وزارة الخارجية المصرية، وهيئ ليكون عضوا في برنامج الحقوق الدولي لدى مركز الاتحاد الأوروبي للدراسات والبحوث. في عام 1984 بدأ العمل في الاستشارات الحقوقية للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفي عام 1997 تسلم رئاسة الوكالة ليعمل على نشر استخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية. في عام 2003 كان البرادعي من ضمن الذين شاركوا في حملات التفتيش التي كانت سارية في تلك الأثناء قبل الحرب على العراق. في عام 2007 عرض البرادعي توجيه ضربة عسكرية إلى مفاعل إيران النووي، ووصف الادعاءات بشأن التهديد النووي الإيراني بأنها مخادعات. حصل البرادعي والذي كان قد ترك إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في عام 2009 على العديد من شهادات الدكتوراه الفخرية من جامعات مختلفة. خلال عمله في السلك الدبلوماسي حصل على العديد من الجوائز والنياشين رفيعة المستوى، ومنها جائزة معهد روزفلت وجائزة جيمس بارك مورتون بين الأديان وجائزة بلات الذهبية للتفوق الأكاديمي. شغل البرادعي العديد من الوظائف رفيعة المستوى في منظمات دولية من أجل السلام العالمي والتنمية، وأصبح بذلك اسما لامعا على مستوى العالم. اختير محمد البرادعي لجائزة نوبل للسلام التي حصل عليها في عام 2005 إثر ما قدمه من مساهمات في سبيل دعم استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية. عاد البرادعي إلى وطنه الأم مصر بعد غياب دام 27 سنة وسط حفاوة شعبية لافتة، وأصبح رمزا من رموز المعارضة للنظام القائم في الجمهورية.